انضم الينا من الخليل السيد محمد الصغير الناشط في الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي. سيد محمد، اذا استمرار المظاهرات بهذا الشكل وبهذه الاعداد هل يعني بشكل واضح ان مخرجات اللقاء الذي تم بين الكتل البرلمانيه والنقابات المهنيه من تاجيل تسجيل الزامي لمده 6 شهور حتى تكون هناك يعني حوار مجتمعي، هل يعني ان هذا المخرج ايضا غير مقبول وبالتالي فشل هذه المفاوضات؟ يعني للأسف في البداية، أسعد الله مساءكم، اللقاءات التي خرجت بها الكتل البرلمانية مع النقابات المهنية التي بالأصل أعلننا بأنها فقدت شرعيتها من الشارع الفلسطيني، بصوت واحد صدح العمال في كل مناطق الضفة الغربية بأن هذه النقابات لا تمثل على الإطلاق، لأنها في البداية باعت العامل الفلسطيني منذ توقيعها على اتفاقية الضمان الاجتماعي بهذه الصيغة، ولكن بعد الضغط الشعبي الكبير تحاول هذه النقابات أن تركب الموجة مرة أخرى وأن تعتبر نفسها ممثل للعامل الفلسطيني. بنفس الوقت المخرجات التي خرج من هذا اللقاء يعني أوصت بتأجيل تطبيق القانون لمدة 6 أشهر، لكن هذه تعتبر توصيات. الأصل على الحكومة الفلسطينية أن تخرج وتعلن ببيان رسمي تجميد هذا القانون لحين تعديله وإلغائه، لكن الآن الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني ارتفع سقف مطلبه من تعديل وتأجيل وجعله اختياري إلى إلغاء هذا القانون بشكل كامل، لأنه تنفيذ القانون في هذا الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي التي تمر بها الأراضي الفلسطينية يعتبر خنق للمواطن والعامل الفلسطيني. هذه نقطة شديدة الأهمية، أي قانون ضمان اجتماعي في العالم كله المفترض أن يكون في صالح من يعني يؤمن عليه لصالح المواطن، وبالتالي السؤال هنا لمن لا يفهم ولا يعلم التفاصيل، لماذا ترفض الحكومة يعني تعديل هذا القانون بما يتناسب مع متطلبات الفئة المستهدفة منه؟ ما هي الإشكالية؟ يعني مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال وجودها في الشارع الفلسطيني يعتبر ذلك نهرا من المال يذهب إلى خزينة مؤسسة الضمان، والتي ستقوم باستثماره لدى الحكومة الفلسطينية بغية الحصول على فوائد من الحكومة الفلسطينية. لهذا نحن نتحدث عن حوالي 300 مليون شيكل يخرج من السوق المحلي إلى صالح خزائن صندوق الضمان والصندوق الدولة. لهذا الحكومة مصرة بشكل كامل على تطبيق هذا القانون، وبنفس الوقت الحكومة تريد الحصول على الأموال المحجوزة لدى الجدروت الإسرائيلي. ما الضرر سيد محمد أن تذهب للحكومة ومن ثم تكون في نهاية المطاف لصالح المواطن؟ يعني عدد لي المشكلات حتى أفهمها في نقاط إذا تفضلت. إذا أخذت الحكومة هذه الأموال لهذا الصندوق ومن ثم للمواطن مرة أخرى، ما الضرر؟ يعني الضرر الوحيد، أريد أن أوضح لك أمرا وللسادة المستمعين، هناك أزمة ثقة كبيرة موجودة ما بين المواطن الفلسطيني وما بين الحكومة الفلسطينية. على مدار سنوات الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية منذ عام 1994 حصلت هناك العديد من جرائم الفساد داخل أروقة الحكومة وسرقة المال العام. لم نسمع منذ 94 إلى الآن عن أي فاسد تم محاسبته أو حتى إرجاع أي أموال من الأموال التي سرقت من الخزينة العامة الفلسطينية. الآن هناك أزمة ثقة، المواطن الفلسطيني لا يثق أن يضع أمواله ما بين أيدي الحكومة الفلسطينية، لأنه يعتبر ويفترض ومتأكد بأن هذه الأموال سيتم سرقتها أو سيتم يعني أو ستضيع بالمجمل من هذا الصندوق. طيب سيد وبنفس محمد الوقت الوضع الأمني الموجود الموجود في الضفة الغربية وهو الأهم، بأنه الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى عام 2000 وهو يصادر الأموال التي كانت في البنوك بحجة دعم الإرهاب. هذا الصندوق ربما في أي وقت من الأوقات يتم مداهمته من الاحتلال ومصادرة هذه الأموال في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية، ونحن نسمع كل يوم عن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتجميد ومصادرة أموال الضرائب الموجودة عنده في الخزائن. إذا ما استمر الأمر بهذا الشكل سيد محمد، وجود أزمة ثقة، مبدأ أحيني اليوم وأميتني غدا، وهذا يعني شيء مفهوم، ما المخرج إذن إذا استمر كل طرف متمسكا برأيه؟
المخرج الوحيد هو أن يقوم السيد الرئيس أبو مازن بتعليق العمل بهذا القانون بالشكل المبدئي، وبعد ذلك يذهب الجميع إلى طاولة الحوار. لكن حكومة الدكتور رامي الحمد الله متعنتة بشكل كامل في هذا الموضوع، ونحن قلنا يا سيادة الرئيس إذا كان الدكتور رامي الحمد الله متعنت في هذا الموضوع ولا يريد السماع لمطالب العمال والموظفين الذين يشكلون ما نسبة 70% من الشعب الفلسطيني، فالأفضل أن يتم إقالة حكومة الحمد الله والحضور بحكومة أخرى تلبي الشارع العام وتصلح ما أفسدته هذه الحكومة. من مدينة الخليل محمد صغير الناشط في الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي، أشكرك شكرا جزيلا.